وفاة ابن النجم الكبير حسن يوسف غرقا عن عمر يناهز 35 عام. الحقيقة أن هذا الخبر المؤسف انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت معه حالة كبيرة من الحزن بين الجمهور وأيضا في الوسط الفني. تفاصيل وأسباب الوفاة سنعرضها الآن من خلال هذه التغطية. الحقيقة أن خبر وفاة عبد الله ابن الفنان الكبير حسن يوسف نزل كالصعقة على والده ووالدته اللذان لم يتحملوا هذا الخبر الأليم بعدما تم التأكد من وفاته بعيدا عن أسرته غرقا في المياه. أما عن تفاصيل الحادث المؤلم، فكان عبد الله سافر الساحل الشمالي لقضاء العطلة الصيفية مثل عدد كبير من النجوم وأبنائه، لكنه كان برفقة أصدقاء فقط من غير أسرته وأخوته. وقرر عبد الله أنه يسبح في البحر بالقرية الذي بيقيم فيها هناك عشان يهرب من حرارة الجو والاستمتاع بالعطلة الصيفية وأجواء الساحل الشمالي، لكنه تعرض للغرق ولم يستطع الخروج من المياه ولم يستطع أحد أيضا إنقاذه. وبعدما تم إخراج عبد الله من البحر ونقل جثمانه إلى المستشفى العالمين وتأكد الأطباء من وفاته وتم إعلان الخبر بشكل رسمي، حتى الآن يتم التحفظ على جثمان ابن الفنان حسن يوسف في مستشفى العالمين، وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بمحافظة مطروح. من ناحية أخرى، كشف مصدر مسؤول أن عبد الله نجل الفنان حسن يوسف والذي يبلغ من العمر 35 عام تعرض للغرق بقرية بدر بالساحل الشمالي الساعة 1:25 من صباح اليوم الأحد. وقال أن الراحل قد نزل البحر في نص الليل للاستمتاع بمياه البحر خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، لكنه تعرض للغرق أثناء تواجده هو وأصدقائه. واستقبلت مستشفى العالمين جثمان نجل الفنان حسن يوسف بعد تعرضه للغرق. وأكد مصدر بالمستشفى أنه تم وصول جثمان عبد الله بعد تعرضه للغرق بقرية بدر بمنطقة الساحل الشمالي أثناء السباحة، وتم تحرير المحضر والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة. وكان تلقى المستشفى البلاغ في الساعة 2 صباحا، الأمر الذي بيطرح عدد كبير من التساؤلات، وهي أنه كيف سمح أمن القرية لابن الفنان حسن يوسف أنه يسبح في مثل هذا التوقيت. الحقيقة أنه عدم التزام عبد الله حسن يوسف بتحذيرات مسؤولي الطقس بارتفاع الأمواج والسحب داخل البحر الذي أدت إلى تعرضه إلى الغرق. وكانت الأرصاد بالفعل حذرت المصيفين ورواد الشواطئ بعدم السباحة ونزول مياه البحر المفتوح من يوم 29 يوليو وحتى 21 يوليو الجاري لارتفاع الأمواج. ومن ناحية أخرى، نعى الإعلامي أحمد شوبير نجل الفنان وكتب على حسابه على تويتر: خالص العزاء للفنان القدير حسن يوسف في وفاة المغفور له نجل عبد الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. كما نعت أيضا الفنانة ريم البارودي نجل الفنان وكتبت على حسابها بموقع إنستجرام: عبد الله حسن يوسف في ذمة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفور إعلان الخبر تداول الكثيرين مجموعة من الصور الخاصة لأسرة الفنان حسن يوسف في مناسبات اجتماعية مختلفة، وظهرت أسرة الفنان حسن يوسف في الصور في جو مليء بالفرحة وذلك قبل غرق أحد أبنائه، وعلق الكثير بالدعاء لحسن يوسف وشمس البارودي بالصبر على هذا الابتلاء. وحتى الآن يتم التحفظ على جثمان ابن الفنان حسن يوسف في مستشفى العالمين، وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بمحافظة مطروح. وقرر عبد الله أن يسبح في البحر بالقرية الذي يقيم بها هناك للهروب من حرارة الجو والاستمتاع بالعطلة الصيفية وأجواء الساحل الشمالي، لكن مصيره كان محكوما وتعرض للغرق ولم يستطع الخروج من المياه، وكذلك لم يستطع أحد إنقاذه. وفاة ابن الفنان حسن يوسف خبر صدم الجميع داخل وخارج الوسط الفني منذ قليل بعد التأكد من تفاصيل ما حدث لنجل الفنان الكبير حسن يوسف وشمس البارودي الذي لقي مصرعه غرقا في المياه. ونزل الخبر وفاة ابن الفنان حسن يوسف كالصاعقة على والده النجم حسن يوسف ووالدته اللذان لم يتحملوا هذا الخبر الأليم بعد ما تم التأكد من وفاة عبد الله حسن يوسف بعيدا عن أسرته.
أذكر حضراتكم أن عبد الله هو الابن الأصغر للنجمة حسن يوسف وزوجته شمس البارودي، وأنجبوا أربعة أبناء هم نريمان الكبيرة وعمر الذي دخل مجال التمثيل والإخراج ومحمود وأخيرا عبد الله الذي بيصفوه بالابن المدلل وآخر العم. عبد الله كان عمره 35 عام ودرس طيران في أوكرانيا سابقا، ورجع إلى بيروت وحصل على بكالوريوس إعلام من جامعة بيروت، لكنه لم يدخل الوسط الفني كوالده ووالدته وأخوه عمر، وكان بعيدا عن الأضواء والفن لأنه لم يجد لنفسه مكانا فيه. وفي النهاية وبكل الأسى وجه التعازي للنجم الكبير حسن يوسف وشمس البارودي في مصيبتهم بابنهم عبد الله، ربنا يرحمه ويصبرهم. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه التغطية، وما زلنا نتابع معكم كل جديد. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.